بالحلقة الماضية جتنا أم مواطن مع مرته وولادها، عم بتقول إنه هي مهربة هربانة هي ومرته وولادها من قدام ابنها، لأنه ابنها أوقات بيكون بحالة سكر وبحالة لا وعي وممكن يقدم على قتل الأولاد أو يأذيهم. فنحن خلال الحلقة عملنا نداء، لبتنا جمعيات معينة والأحداث، وإجوا استلموا الأطفال والأم من عنا، أخذوهم اهتموا فيهم وعملوا دورة تأهيلية للأم، ورحنا تبعنا الموضوع وعرفنا أنه استدعوا الأب اللي حاول مراراً يتصل فينا تيعرف مكان الأولاد وينني، ولكن نحن ما عطيناه العنوان. عرفنا تاني نهار أنه تم توقيفه، اعترف بأمور معينة. خلينا نشوف المتابعة شو جد. بيخنيك ليه؟ قبل اكل اتجوز. شو؟ يلا بدي اخنق قبل ما تتجوزي. بيخنقها بيك مش لهيك وبيخنقها. بيقول لها بدي اخذ اختك السكينة، وانا قدرت هربها من البيت. بالحلقة الماضية استضفنا سيدة اشتكت من تهديدات زوجها المتواصلة بقتل ولادها. هو كل ما يكون شربان نعم بيجي بتهجم علينا. نعم اخر فترة صار يتهجم على البنت. بنت قد ايه عمرها؟ عمرها 8 سنين. 8 سنين. إلا حقت لك من هلا. أول مرة عم بيخنقها قدرت تخلصها منه وانخذلت كنزتها. ثاني مرة نفس الشيء. عم بيخنق البنت؟ إيه بالكنزة. لقى بنته بده يضربها بيخنقها بالكنزة، بده يضربها قبل ما تكبر وتدبر عرايس. بيلقطها بيحطها بالحابس لأنه يفلتاو ويضل هيك على الطبيعة هاي ما فين. قد ايه الوضع خطير؟ تعال منشوف ام جايه باجريها لعنا تقلكم احبسوا ابني احسن ما يقتلنا ويقتل العالم. وبعد الحلقه شوفوا شو صار. نحن كاتحاد حمايه الاحداث فور عرض الحلقه عن يو تي في تحركنا بالتنسيق مع زوجي المعنفه الى حمايه اطفالها. بناء على اشاره النيابه العامه صار في توقيف للوالد. الوالد طبعا يعني هلا في تحقيق بعد ما خلص التحقيق ليثبت موضوع تعاطي المخدرات، ولكن موضوع الكحول واشياء كثير هي اللي ادت سببت اذى كبير للاطفال. تواصلنا مع احد الجمعيات المعنيه ووصلنا الاولاد انه يكونوا بمحل امن. بعد الحلقه درك على الجيعي لقطوا لابني حطوه بالحبس ومن نهارا ما عاد شفته. اولاد ابني اخذته من جمعيه الاحداث، يعني هو مشاهد بالحبس ما يفرقه معي، فرقه معي انا ثلاثه اولاد صغار بدي اشوف. هلا انحبس الحمد لله، بقول لك الحمد لله هلا اللي ضبطوا الدوله وحطته جوه، والولاد الله بعث له الجمعيه كم ينحمتهم منه. مش قادر كنت إذن هيدي المتابعة اللي شفناها. أنا بدي وجه تحية عن جد لهيدي الأم اللي ما ضعفت قدام أمومتها قدام ابنها، غلبت مصلحة أحفادها ومصلحة الزوجة على عاطفتها على ابنها، إجت تشكت على ابنها، سلمت ابنها للدولة للحفاظ على أولادها وإنقاذ للحفاظ على أولاده وإنقاذ هالولاد وإنقاذ مستقبلهم. تحية لإلك أيتها الست الفاضلة، تحية لإلك من القلب.